صدقتي؟ ده رزق الهبل على المجانين او المجانين على الهبل. ليه يا ماما؟ ما انا جيت بنفسي وريتك الفيديو، كان في حاجه غلط. تمن هو اللي غلط. تعملي حته فيديو تاخدي مبلغ زي ده؟ انت عارفه انا بتعب قد ايه عشان اخد مبلغ زي ده؟ انت عارفه الشقه، ان انا اصحى بدري واقعد بالساعات ومناهده وجري وخناق، وانت تيجي في ربع ساعه تاخدي مبلغ زي ده؟ مش ربع ساعه على فكره، ده بمجهودي. مجهودك؟ عملتي ايه يا حبيبتي؟ اشتغلت، ولما اشتغلت الناس حبتني وجابوني عشان بقيت متصدقه. فلما هند يحيى تخش مكان. كفايه بقى تقعدي تعيدي وتزيدي في نفس الكلام. ما اعملوا اعلانات في اي حته يا ماما، الاعلانات دي اغلى بكتير، اللي انا بعمله ده مضمون اكتر. اليوم حق العيال عاوزين يشتهروا، ما دام الموضوع بالهبل ده. وايه المشكله يا ماما؟ ما دي شغلانه. الدنيا بتتغير يا حبيبتي، يعني قوليها معايا كده. فكرك في حد مجنون هيدفع رقم زي ده غير وهو مليون في الميه متاكد انه مستفيد؟ الفلوس دي هتعلمك الاستسهال يا هند. استسهال؟ اه، استسهال في كل حاجه. ما دام شايفه انك تستحقي كل حاجه فتتعبي ليه؟ ما دام تقدري تجيبي فلوس زي دي. لا بجد، في ايه غلط انا عملته دلوقتي يا ماما؟ ده انا جايه اقول لك خدي ثمن تصليح العربيه مني بدل ما اخواتي يدفعوا. انتي مش هتعملي ده تاني. لا يا ماما انا اسفه، احنا مقاييسنا مع بعض. انتي دايما بتقولي لي ان لو في حاجه اتكسف اعملها قدامك تبقى غلط. انا الصراحه مش شايفه اني عملت اي حاجه اتكسف اعملها قدامك. وثانيا بقى، انا مركزه كويس قوي في مذاكرتي، فمفيش اي حاجه معطلاني. فاه استاهل الفلوس دي، ودي بمجهودي. يعني انتي شايفه انك تستاهلي الفلوس دي؟ اكيد، لاني ببساطه لو كنت مثلت وحش ما كانش حد تابعني وحبني. فاه بمجهودي وتعبي اللي كل الناس شايفاه ما عدا انتي. على فكره انا مش لازم اتمرمط يا ماما بالطريقه اللي انتي شايفاها علشان اكون استاهل. ما كفايه المرمطه اللي انا اتمرمطتها ما بين تعبي واللي انا عشته. عشتي ايه؟ تاني؟ تاني وتالت. عموما انا قلت رايي، الفلوس دي هتبوظك وتبوظ شخصيتك ونفسيتك يا هند. طب لما تبقى تبوظني بيقولي لي يا ماما. ماشي، لينا كلام تاني. لا ملناش كلام تاني يا ماما. لا لينا كلام تاني. انا قلت طاهر أنا آسفة، ممكن نتكلم؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.